شيخ عبد الرشيد علي زوفي او كميدا علمدا او غوان سنغيغه سومااليدا او مدوينكي ودنبي كو سغنا سوماليلان غارحان مغالوين كي هرغيس اي بورما ايا بوقدي اسمها مساجد كي قديمي هروا اي برتمها مغالدا بورما شيخ عبد الرشيد علي زوفي ايا كهر انتو سن كان ببخين مغالدا بورما وحا او بوقشه كو تيغي اسمها مساجد كي هروا اي بورما اسغونا بلشدو كو باقي اني كسو قيب قاتان دمهستيركا اسمها مساجد كاسي او غبغبديسو سوتو إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبعد إخواني أخواتي وحان كفر حسنا هينا المانتا أن صوب بغضي معلم كنوين عجائب تله أن أرنكر وابيرها أنت أن أركي أدونك يعني مسجد سيدان لو قرحيي او لو هاجاجي او لو ديري ارون اهانت مسجد كدولك او كفديه ما وينا لكن سيدا لو شقيي كور لو دشي شو عشان دبا سوما اي شيء عجائب له وان ادي ادو فرحني ما ركتي الحمد لله او وليبا يعني مستقله لغا دغي يعني طبق زياده كره طبق مستقل هو ويشدي سي وتو يعني مرافق دي سيو دو ودا وتا مركا الحمد لله اني مكتبه بل نو شيغين لا سمين دون مكتبه جامعه كتب تكل مشى يعني وحنقود وحنقود دون ان شاء الله مركز عالمي باذن الله وهدايته يهنونك وانتشاره ومسجد كان هروا وكيا لمدينه بروما مركا ادي ادمر وفرح سنه ان شاء الله تعالى وحان ولا لهي انو باقيا هلكن او باقيا يعني مساجدك لسيدي سو الحمد لله مسجدك لسميه سو انتي بدناواتي لكن انتي يقوم مهم سنة هذا هذي او انت يقوم مهم سنة وشغلة وقدم بيسة ما ركت هذي نقطه يعني هجا جنتي سه هذي نقطه جوشي سه هذي نقطه ومن مرتي سه صرنا مركا انتي بدنيت واتكتي الحمد لله انت هذينا الا يسرعيو ولا دداله وصير اقصى ان شاء الله لو دمشترو أننا الله نوافجه إن افتتاحي سكس وقيب قال له بإذن الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خير إله وحان كبر إن شاء الله إذا الله عدي وحكا قيشتي أما مال هنقطه أما مسكح هنقطه أما رأي هنقطه أما مساعدي مساندة هنقطه إن إلهي كله وذكاب المريو في ميزان حسناتهم إلهي سبحانه وتعالى وكرره بأن إلهي وقبر إن شاء الله تعالى لما أنه حلينا إن شاء الله ماشي وفي عنيد انفاق لغو بحن لها وهي هلا قوض قيب قالوا الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحشرفنا معنا إن شاء الله تعالى إن شيخ الإسلام عبد الرشيد شيخ السوفي أو معنا نوصل بوضع مسجد هروة إلهي مهدي سبحانه وتعالى يسوق المقالة ندووي مدي يدين وعي دينات ومعنا نصيبه لأنه صوب بوضع الحمد لله. وعبد غني محمود ستار تي في بورما هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غوش بطو اديغا كافيه فضلان غراع حدق سديد ابر سديد افرجيس اما حدق لبا ابر لبا افرجيس استعمال شبكه لوغو بلارن جيجي سوماليلاند.